بسم الله. شوفوا مني قدام على فوق خيام. ما يشوفوش نحدانا على وحش شي حاجه خياليه. مهم محرك ديالها في 8 4 لتر اللي كيولد 900 هورس باور اللي بريبارا تمنصوري كامله في الموتور البادي كيس ديالها اكستيريور انتيريور جانطات كلشي مبدل فيها ما بقاتش ستوك. لا فامي خليكم مع الفيديو انا بارطاجي معكم وشوفوا السينيماتيك دابا قولوا لي كيف جاكم كيف جاتكم الطوموبيل. ما نهضرش بزاف في هذا الفيديو ومورا ملي نتحركوا ندير جو برو في راسي نسمعكم الصوت ندوزو واحد التونيل كاين في بالم حنايا في البالم في الجميره في القاع ديالها راهي اللين مارينا. شوفوا شحال العمارات ماشي العمارات كتسمى ناطحه السحاب. الفيديو بغينا يوصل 10000 لايك الخوت علاش لا حتى هادي صعيب يجيب لكم شي واحد والله واقيلا ما كاينش فيديو ليها في يوتيوب انا نكون بين اوائل اللي صورتها وهادشي اللي كاين. اللي باقي ما تابونا معنا في لاشين بركوا على البطونه الحمراء هي هادي الخوت مرحبا بكم وانا عارف بزاف كيتفرجوا فيا متابعيني في انستغرام ويوتيوب مرحبا بكم شكرا اي واحد ديما كيخلي لايك. واللي باقي ما عنده انستغرام ديالي هو هذا دخلوا عندي مرحبا بكم ديما جديد تسمك في لي بوست لي ستوري خليكم لا فامي. شوفوا لا منظر خيالي هذه هي اللي عملت لكم فيديو عليها وهذا الفيديو جبت لكم الجوج. هذه كاينه وحده في العالم كيحتفلوا ب 50 عام ديال الامارات وهذه عاوتاني 1 of 1 ديال الاونر ديالها نضال مغربي اللي هو بريبارا كيف ما بغى هو مصوب على يدو الصداع. شوفوا الجنطاس ديال الفينينو بزاف شوفوا الخوت شوفوا اللون كيف غادي هنا فيها 900 الخيل وهذه حتى هي فيها 900 والزياده. شوفوا الكابو كيف عامل ديكرادي هنا بزاف الخوت والله. الشانطاز ديالها صحت بزاف لي ديتاي. هادي جات مع الامارات الخوت كتسارب في الامارات بواحد الطوموبيل ايديسيون ديال الامارات هانتوما واو كاربون فورجي كلشي. فامي وقفت هنايا نبارطاجيها معكم دابا نوريكم هذه وهذه ديجا شفتوها في الفيديو اللي فات كنت وريتها لكم مشينا الشوروم د منصوري. بالحق مني عندي هذه الفرصه علاش ما نديروش فيديو اخر حتى هذه بالنسبه لي شي حاجه بزاف من بين احسن كلاس جي في العالم. عندي هذه كتعجبني بزاف وعندكم برابوس 900 روكيت هاد جوج هما احسن كلاس جي في العالم. بالحق هذه اونيك عامره العموريه ما ناقصه حتى حاجه. لا فامي بالنسبه للمقصوره الداخليه نبارطاجي معكم شوفوا هذا الفولون واعر بزاف. هذه موديل 2022 اخر ما كاين باش كتعرفوا موديل الاخراني القدامين ما كتجيش فيهم هاد الاوبسيون. عندكم لي مود سسبونسيون الشاكمات كتبقاو تحكموا هنايا كاربون فورجي هنايا هاد الشرطه بناردو كدي منصوري في متبوعه. عطوني الراي ديالكم كيف جاكم الفولون شي حاجه بزاف. ديجا وريت لكم الفيديو اللي فات شوفوا الساروت كيف عامل واعر بزاف و مصوب باليد انا شحال بقاو كيصوبوا فيه. هنايا منصوري شوفوا ايديسيون ديالها
السياج عاوتاني شي حاجه بزاف. واحد الحاجه خصكم تعرفوا كديماري من هنا بركوا على الفران، شوفوا هذه ما بقاش خدامه، تبقى بارك هنا حط الطيار. بالنسبه للباب هانتوما الخوت عندكم لي سياج هنايا ميموريزي، شوفون فونتيلي، شوفوا كاربون فورجي منصوري في مكتوبه، شوفوا هاد الكوير كيف عامل هنايا، شي حاجه بزاف. هنا عندكم لا كليم، شوفوا هاد اللون كيف جا هنايا، حتى تيتانيوم بالبرونز في شكل واعر. شوفوا معايا البيبان كيفاش كيتحلوا، الوحيده في العالم هكا الخوت. هنايا عندكم مساج كل شيء، لسه جاتني نتحكم بهم من هنا، ولا سبحان غولس رويس الخوت تدخلوش كلاش هادشي اللي كاين. الشاقمات عجبوني بزاف، واو كبار لا فامي. بالنسبه لاغياغ ديالها هانتوما كيف ما كتشوفوا عامره ما ناقصه حتى حاجه، شوفوا هاد السبويلر انا بقى ساكت ثم تشوفوا عينكم هي اللي تهضر، كلشي كربون كلشي. شوف ما عرفتش شنو نقول لكم عليها، شوفوا حتى هذه بالكربون واو. شوف شحال كبير هنا، سمعوا سمعوا الشده اش حتقيل لا فامي. نسمعوكم الصوت ديالها دابا مود كونفور مورا ندوزو لسبور بلوس، خليكم تسمعوا كيفاش غاديما. بسم الله شوفوا ملي قديما راه فوق خياب جاكم الصوت واعر بزاف. بسم الله